الناس رب سليمان رسول الله نحن مع بعض الاسم وانا يوم 3 ليبريكون ليفينج اورجانيزمز دايفرستي اللي هو تنوع الكائنات الحيه اند برينسيبلز اوف ذير كلاسيفيكيشن يعني مبادئ برينسيبلز دي يعني مبادئ الايه التصنيف بتاعهم مبادئ تصنيف الكائنات الايه الحيه. هنا بيقول لك ان احنا عندنا زير اور ميني اكزامبلز اوف ليفينج اورجانيزمز عندنا كتير من الامثله على الكائنات الحيه عندنا في انيمالز عندنا في بلانتس عندنا كمان في مايكرو اورجانيزمز يعني كائنات دقيقه كائنات صغيره يبقى الكائنات الحيه اللي موجوده الليفينج اورجانيزمز اللي في الحياه عندنا ايه هم عندنا حيوانات عندنا نباتات عندنا كائنات دقيقه كائنات ايه دقيقه اللي هي مايكرو اورجانيزمز. طيب احنا هندرس ايه احنا هندرس ثيرد هناخد ايه دايفرسيتي اوف ليفينج اورجانيزم او اورجانيزمز يعني التنوع في الكائنات الايه الحيه. السكند تاني حاجه هناخدوها كلاسيفيكيشن اوف ليفينج اورجانيزمز يعني التصنيف بتاع الكائنات الحيه او الهايبرتي دايفرسيتي اوف ليفينج اورجانيزمز الكائنات الحيه التنوع بتاعها هيكون ايه تنوع الكائنات الايه الحيه. تمام انا وين يو باي ا فيزيت تو ذا زو يعني لما انت بتروح الايه وتزور الايه الزو حضرتك الحيوان يو مي اوبزرف يعني ممكن انك انت تلاحظ زي ايه ذا هتلاحظ الفارتي يعني ايه فارتي التنوع امونج انيمالز التنوع بين الايه امونج دي يعني بين الحيوانات ان ا لوت اوف ديفرنت كاركترايزيتكس يعني التنوع بين الايه في الخصائص يعني في كثير من الاختلاف في الخصائص بتاعه الايه بتاعه الانيمالز دول. تمام تمام طيب هتلاقي في تنوع هتلاقي في زي ما احنا قلنا دايفرستي في السايز في احجام مختلفه عندك تنوع في الشكل اشكال مختلفه تنوع في الانفايرمنت وير انيمالز لايف يعني البيئه اللي بتعيش فيها الايه الحيوانات. كمان هنلاقي في الوي اوف فيدنج يعني الوي اوف فيدنج يعني ايه يعني طريقه الاطعام كل واحد ليه طعام ايه مختلف او ليه طريقه في الاكل. تمام ذا سايز اول حاجه التنوع في الكائنات الحيه اللي هي الديفرسيتي اللي احنا بنقول عليها التنوع ده هيكون في الحجم. قال لك عندك في حيوانات بيج انيمالز وحيوانات ثانيه او انيمالز ثانيه سمول انيمالز. البيج الحاجات الكبيره زي ايه الرينوسورس اللي هو وحيد القرن وكمان الاليفانت دول هتلاقيهم حجمهم ضخم هتلاقيهم بيج انيمالز عندك كمان الكامل والجمل. تمام طيب الحاجات السمول انيمالز زي الرابت وزي الرات اللي هو الفور وكمان الليزرد اللي هي السحلية يبقى دي الحاجات السمول ايه انيمالز. يبقى عندنا تنوع في السايز عندنا حاجات بيج انيمالز وعندنا حاجات سمول انيمالز. طيب احنا قلنا اول حاجه التنوع في السايز ثاني حاجه هناخد التنوع بين الكائنات الحيه في ايه التنوع ده احنا قلنا يعني ديفرسيتي خلاص في الانفايرمنت وير انيمالز لايف يعني البيئه حيث الايه حيث الانيمال بيعيش. تمام فانا في انيمالز لايف ان ووتر بيعيشوا جوه الميه وفي انيمالز ثانيين بيعيشوا على الاند على الارض. تمام طيب قال لك زي ايه اللي بيعيشوا ان ووتر جوه الووتر زي الكروكودايلز اللي هو التماسيح زي الفيش الفيش اللي هي السمك الاسماك وزي الهيبو ايه هيبوبوتيم اللي هو ايه سيد قشطه. تمام طيب عندنا كمان الدب بيعيش على الاند يبقى كده في تنوع في الكائنات الحيه من حيث البيئه اللي بيعيشوا عليها البيئه دي غير البيئه دي بيئه مائيه ودي بيئه ايه البيئه بتاعتهم على الاند على الارض زي الدوج والهورس والليون طبعا اللاين انتوا كل حاجه انتوا عارفينها في حاجات ما قلتهاش على الارض بس هو بيديكوا امثله بسيطه زي ما قلت الديفرستي اوف بلانتس. قال لك البلانتس ار ديفرنت يعني بيختلفوا فروم ايتش اذر بيختلفوا عن بعضهم الايه البعض ان ميني كاركترايزيتكس يعني ايه كاركترايزيتكس يعني في العديد من الايه الخصائص الصفات زي ايه ساتش از ايه بيختلفوا في ايه بقى. قال لك اللينس في نبات مختلف عن النبات في جراس في الارض انت بتدوس عليها صغيره كده وفي اشجار ضخمه فطولها ضخم زي البالم تري. تمام اشجار النخيل يبقى في اللينس في طول يبقى اشجار بتلاقيها صغيره وفي اشجار ثانيه بتلاقيها ايه الطول بتاعها كبير كده نوع فيها السايز اوف ليفز يعني ايه سايز اوف ليفز يعني الحجم بتاع الايه الورقه بتاعتها في احجام كبيره وفي احجام ايه صغيره يبقى تنوع في اللينس هناخده في عندنا حاجات هيوج تريز اشجار ضخمه وفي حاجات عندنا شورت ويدز يعني ايه ويدز يعني اعشاب قصيره شورت ايه ويدز. تمام طيب قال لك الهيوج تري زي ايه كده اللينس بتاعها بيبقى كبير ازاي يعني قال لك زي نبات اسمه نبات الايه زي شجره الايه الكافور التريز بتاعت الكافور دي بتبقى ايه هيوج ضخمه. كمان عندنا اند بالم تريز اللي هي اشجار النخيل بتفضل تطول 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 بتبقى عملاقه خلاص. تمام طيب نيجي على شورت ويدز الاعشاب اللي بتكون قصيره زي ما بقول لك اللي انت تقدر تدوس عليها زي ايه زي ايه اللي بيطلع ايه زي الكلافر الكلافر ده اللي هو البرسيم. تمام طيب البرسيم ده مش بيبقى شجره ده هو بيبقى في الارض كده هما بايه بيشيلوه عشان يطعموا بيه الحيوانات يبقى الكلافر اللي هو برسيم اند جرجير وكمان الجرجير طبعا اللي انت بتاخده ده بيبقى قصير مش بيبقى شجره عملاقه خلاص دي من الحاجات الشورت ويدز. مين كمان الاختلاف او تنوع الديفرستي بتاع البلانتس بيختلفوا في ايه في سايز اوف ليفز اوف ذا ليفز يعني في حجم الاوراق البلانتس كاري في نباتات بتحمل لارج سايزد ليفز يعني اوراق الاوراق دي بتكون لارج كبيره الايه السايز بتاعتها كبيره الحجم وحطينا شرط عشان بدلنا ايه كبيره الحجم مش هتعرف تقراها. تمام طيب هنا كمان زي ايه هنا الاول الحاجات البلانتس اللي بتكون الاوراق الليفز بتاعتها لارج كبيره زي البنانا بلانتس. طيب عندنا كمان بلانتس كاري سمول سايزد ليفز يعني ايه نباتات بتحمل ايه النبات بيحمل ايه الورقه بتكون بتاعته سمول يبقى سمول سايز ليفز اوراقها بتكون ايه صغيره الحجم زي الملوخيه بلانت اللي هو نبات ايه الملوخيه بتاعته واكيد كلنا عارفين زي ما خدنا الديفرسيتي في الانيمالز التنوع في الحيوانات وقلنا في السايز بتاعها والكلام ده كله واخدنا دلوقتي الديفرسيتي بتاع البلانتس هناخد كمان التنوع او الديفرسيتي في المايكرو اورجانيزمز التنوع في الكائنات الايه الدقيقه. طب يعني اصلا كائنات دقيقه المايكرو اورجانيزمز هي زي ار ليفينج اورجانيزمز هي كائنات حيه خلاص دي اول حاجه هي كائنات ايه حيه ذا كانت بي سي يعني لا يمكن انك انت ايه تشوفها كانت بي سي مش هتقدر تشوفها باي ذا نيكد ايز يعني بعينك الايه الناكد المجرده يعني لو انت بصيت عليها كده مش هتشوفها الله وما انتوا عرفتوا منين ان في كائنات حيه ان دي كائنات دقيقه وكائنات حيه كمان قال لك احنا شفناها بالمايكروسكوب عشان كده عرفنا نشوفها لكن انت مش هتقدر تشوفها بالنيكد ايه بالنيكد ايز يبقى عشان كده سميناها ايه مايكرو اورجانيزمز يبقى كائنات دقيقه صغيره قوي بات زي سبريد لكن هي تقدر ان هي ايه لكن هي سبريد يعني بتنتشر بتكون منتشره فين افري وير في كل ايه مكان اراوند اس حولنا يبقى هي تقدر تكون هي بتكون سبريد بتكون منتشره في كل مكان افري وير اراوند اس حوالينا طب حوالينا في ايه يعني ان اير ووتر سوري في الهواء والميه والتراب
تمام. دي الكائنات الدقيقه اكزيست بتوجد ان باوند ووتر، في الميه الايه ميه بتاع باوند ووتر يعني في الميه بتاعه البرك. انت كانت بي سي اللي هي تقدر تشوفها اونلي، بس فقط تقدر تشوفها بايه باي ذا مايكروسكوب، تقدر تشوفها بس بالايه بالمايكروسكوب. نوت هناخد بقى اكتيفيتي في السريع كده، بيقول لك عشان تعمل اكزامين تفحص دروب اوف ا ستاجمنت باوند ووتر، يعني قطره من الميه بتاعه الايه البرك. لما حطوها اخدوا الباوند ووتر اللي هي الميه بتاعه البركه، وعندك كمان بلس سلايد يعني شريحه فيها عشان تحط فوقيها الايه الميه اللي انت هتحللها دي او هتشوفها جواها ايه بتاعه البركه، وعندك جلاس كفر سلايد، عندك ازاز عشان تغطي بيه تمام، وعندك ميسايلو سوليوشن يعني المحلول بتاع المسايل الازرق، وكمان عندنا دروبر اللي هي القطاره 200 دروب خلاص، وعندنا لايت مايكروسكوب يعني ميكروسكوب بيكبر الحاجه وضوئي عشان نقدر نشوفها كويس. طيب البريبريشن بتاعتنا يعني ايه بريبريشن؟ التحضير بتاع السامبل بريبريشن، تحضير العينه. عندنا ستيبس، الستيبس بتاعه السامبل بريبريشن يعني الخطوات بتاعه تحضير العينه دي، سامبل هنا معناها عينه تمام، او الاجراء اللي احنا هنعمله يعني اجراء بروسيدر تمام. الخطوات الستيبس بتاعتنا ان احنا هنحط على الشريحه بتاعتنا على نقطه من الباوند ووتر على الايه على الجلاس سلايد، وبعدين هنضيف عليها اد عليها المسايل بلو سوليوشن يعني الايه المحلول الازرق بتاع المسايل ده، وبعد كده كفر ايت هنغطيها بالايه بالراحه كده جنتلي برفقه وذ جلاس اوفر ايه سلايد بالازاز اللي هو اللي احنا قلنا عليه اللي هنغطي بيه تمام. وبعدين قال لك علشان بقى في ستيبس علشان ان احنا نفحص العينه السامبل يعني هي ستيبس اوف سامبل اكزامينيشن يعني فحص العينه دي، هنحط السلايد بتاعتنا الشريحه او الجلاس سلايد تحت الميكروسكوب في مرحله الميكروسكوب ستيج يعني اللي هي المرحله بتاعه الفحص خلاص. وبعدين هنبص في اللينس يعني العدسات علشان اكزامين ذا سامبل عشان نفحص الايه العينه. طيب هنشوف فيها ايه؟ هنشوف فيها حاجات، هنشوف الحاجات اللي احنا هنشوفها جوه. بس بيقول لك ريبيتد كرر السامبل اكزامينيشن باي يوزنج ذا هاير باور اوبجكتيف لينس، يعني كرر العمليه دي بانك انت بتستخدم ايه عدسات يعني هاير باور اوبجكتيف لينس، يعني هنستخدم المره دي عدسات بس هتكون اوبجكتيف يعني موضوعه وعندها باور هاير باور يعني قوه اعلى خلاص، يعني عندها انك انت تقدر تشوف اكتر خلاص. المهم هنشوف بقى ايه لما نيجي نشوف الكلام ده، هنستنتج او نلاقي النتيجه بتاعه الاكزامينيشن بتاعتنا بتاعه الفحص ده، ان هنلاقي ابييرنس هيظهر لنا ظهور ميني ليفنج مايكرو اورجانيزمز يعني كائنات حيه بتكون دقيقه كتير من العديد منها. موست اوف ذم معظمهم بيكون ايه انسيلولار يعني اورجانيزمز كائنات وحيده الخليه، يبقى احنا كائنات وحيده الخليه دي خليه واحده زي ايه زي الاميبا خلاص وزي الاوبلينا خلاص، لان برضو احنا بنبص على المايكرو اورجانيزم لقينا الاوبلينا كمان هنلاقي البراميسيوم، الحاجات دي كلها بتكون انسيلولار اورجانيزمز كائنات وحيده الخليه خلاص. الثلاث حاجات اللي لقيناها دول الكائنات الحيه الدقيقه اللي احنا لقيناها دول المايكرو اورجانيزمز دول هنلاقوهم ديفر بيختلفوا فروم ايتش اذر بيختلفوا عن بعضهم البعض، الاميبا غير الاوبلينا غير البراميسيوم تمام. طيب هم بيختلفوا في ايه؟ هتلاقيهم في بيختلفوا في الشاب، كل واحده مختلفه في شكلها اند وكمان الواي اوف موفمنت طريقه الحركه، الواي اوف موفمنت يعني طريقه الايه الحركه. فواحده هتلاقيها بتتحرك بواسطه الايه الاميبا هنلاقيها موفز بتتحرك باي ايه سودو باتس تمام، سودو باتس البي هنا سايلنت خلاص سودو باتس خلاص. طيب يبقى بتتحرك بواسطه السودو باتس بتاعتها. طيب هنا الاوبلينا هنلاقيها موفز بتتحرك بايه بواسطه الفلاج، خلي بالنا فلاج احنا عارفين ان هو يعني علم قسموها برده عشان تبقى معلمه معايا، بتتحرك بحاجه اسمها يبقى الاوبلينا هنلاقيها موفز بتتحرك بالفلاجلم، الفلاجلم يعني بالصوت، شايفين هو ده شكل الفلاجلم فلاجلم ده تمام. طيب البراميسيوم هنلاقيه موفز بيتحرك باي سيليا، يعني ايه سيليا؟ الاهداب، شايفين الشرط دي اسمها سيليا خلاص الاهداب بتاعته ده البراميسيوم. يقول لك جيفريزون الاميبا والابلينا الاوبلينا الاميبا جيفريزون الاميبا وكمان الاوبلينا اند البراميسيوم والبراميسيوم، الثلاثه دول ار كلاسيفايد بيصنفوا على ان هم از مايكرو اورجانيزمز على ان هم كائنات دقيقه. يا ترى ليه؟ يبقى بيكوز ذي ار انسيلولار يعني علشان هم انسيلولار اورجانيزمز كائنات ايه وحيده الخليه عندهم خليه واحده بس، ذات كان بي سين اونلي يعني تقدر تشوفها فقط باي ايه ذا مايكروسكوب، كانت بي سين مش هتقدر تشوفها باي ايه باي نيكد اي مش هتقدر تشوفها بعينك المراده، لازم ايه تشوفها بس اونلي بالايه بالمايكروسكوب. اخذنا اول حاجه خلاص الديفرستي التنوع في الليفنج اورجانيزم، ثاني حاجه هناخد الكلاسيفيكيشن اوف ليفنج اورجانيزمز يعني التصنيف بتاع الكائنات الحيه. قال لك لا انورماوس ديفرستي ان ليفنج اورجانيزم سبيشيز يعني في عندنا تنوع هائل في انواع الكائنات الايه الحيه، عندنا سبيشيز كتير انواع كتير خلاص. طيب لازم ان احنا زي ماست بي لازم ان احنا ماست بي يعني يجب ان احنا كلاسيفايد ان احنا نصنفها، لازم ان احنا ايه نصنف انتو جروبس هنصنفها لمجموعات خلاص. يبقى زمان ما كانش فيه المجموعات دي يعني ما كانش فيه حاجه اسمها طيور، احنا قلنا الطيور البردس ليها فيسرز وليها كلهم بيشتركوا ان هم ليهم فيسرز وليهم وينجز وليهم كمان اجنحه تمام وليهم ريش خلاص. طيب فالتصنيف ده كان على اساس ايه؟ على اساس الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. يبقى هنا قسمنا او عملنا صنفنا عملنا كلاسيفيكيشن تصنيف للكائنات الحيه دي على اساس ان احنا ايه نسهل دراستها، يبقى عملناهم لجروبس تو علشان فاسيليتد زير ستاتس عشان نخلي فاسيل الحاجه بتاعتها سهله لتسهيل الايه الدراسه بتاعه الايه الليفنج اورجانيزمز تمام. طيب اللي بيكون مسؤول عن معرفه التكسونومي، طب يعني ايه كلمه تكسونومي؟ خلاص بس قسمها عشان تعرفها، تكسن وان وام خلاص والواي تكسونومي. يعني ايه بقى كلمه تكسونومي؟ ده هو فرع من فروع البيولوجي. طيب هو يعني ايه بيولوجي؟ انتوا لما تكبروا شويه في سنه تاخدوا بيولوجي، البيولوجي ده علم الاحياء يعني الناس الحيه بياخدوا كل حاجه خاصه بيها خلاص. يبقى تكسونومي ده فرع من فروع البيولوجي يعني فرع برانشز، احنا عارفين فرع شجره اسمه برانش تمام. يبقى التكسونومي ده از او اتس ا برانش هو فرع اوف بيولوجي، فرع من فروع الايه البيولوجي، يبقى برانش اوف بيولوجي. ذات سيرشز اللي هو الفرع ده بيبحث عن ايه؟ سيرشز بيبحث فور عن الايه عن سيميلاريتس يعني ايه سيميلاريتس؟ يعني كلمه سيميلار او جوه الايه الشبه. اند ذا ديفرنس برضه كلمه ديفرنس اهي وحط عليها ديفرنسز يعني حط عليها الديفرنسز يعني الاختلاف. يبقى الفرع ده هيبحث في ايه؟ في السيميلاريتس والديفرنس او الديفرنسز الاختلاف among living organisms بين الكائنات الايه الحيه. ات بليسز والايه المكان ذا سيميلار وانس اند ات بليس اند ات
places the similar ones in groups according to a certain system in order to ease their study. تمام؟ ease their study يعني ايه؟ يبقى احنا هنحط المجموعات المتشابهه سيميلر دول كلهم هنحطهم في جروب حسب ايه؟ according to حسب او وفقا لنظام معين احنا هنحطه لسيرتن سيستم. السيرتن سيستم ده النظام اللي احنا هنحطه ده ان اوردر تو يعني علشان نخلي الدراسه بتاعه الايه بتاعه التقسيمه دي سهله بتاعه الحيوانات دي سهله دي يخليها تو علشان ايه ايز او يخليها سهله زيرو ستاتي نسهل ايه الدراسه بتاعه الايه الكائنات الحيه دول. تمام يبقى دي الايه التكسون. طيب احنا قلنا دلوقتي التكسون هنعمله علشان نفضل نقسم الكائنات الحيه في جروب عشان نعرف ندرسهم كويس. فهنا هنعمل بلانز اوف كلاسيفيكيشن اوف ليفنج اورجانيزمز يعني هنعمل خطط كده علشان نقسمهم. الخطه اهي هنحطها عشان نفضل ندرس على اساسها. عندنا كلاسيفيكيشن اوف بلانتس يعني التقسيمه هنقسم فيها البلانتس وفي تقسيمه ثانيه كلاسيفيكيشن هنصنف الايه الانيمالز. يبقى في تصنيف للبلانتس وفي تصنيف ثاني هنعمله للانيمالز لوحده. طيب البلانتس هنصنفها ازاي؟ قال لك اكوردنج تو اكسترنال شيب حسب الشكل الايه الخارجي. في اشكال خارجيه معينه هنحطها في تقسيمه البلانتس. طب وممكن كمان هنقسم البلانتس على اساس ايه او هنصنفه كلاسيفيكيشن على اساس ايه؟ قال لك نمبر 2 والطريقه بتاعه الايه بتاعه اوف ريبرودكشن من كلمه الاستنساخ يعني طريقه ان هو يجيب نبات تاني. خلاص يبقى هنقسمه على اساس حاجتين. تمام طيب هناخد ايه كمان؟ هناخد الكلاسيفيكيشن بتاع الانيمالز. طب اكوردنج تو ايه حسب ايه؟ نمبر 1 النيتشرال اوف بودي سبورتنج يعني ايه سبورتنج؟ دعم الايه دعم الجسم بتاعه الدعم الطبيعي ليهم. يعني في مثلا دعم الجسم يعني من الاخر العمود الفقري اللي بيمسك الجسم كله بتاع الحيوانات الانيمالز اسمها سبورتنج الدعامه بتاعته. يعني الحاجه اللي هي بتمسك الدعامه دي السبورتنج دي هي اللي بتمسك الايه الجسم. هنشوف في انواع كثيره طبيعيه هنقسمهم على اساس الدعامه دي. خلاص طيب اللي هي سبورتنج دي. نمبر 2 هندرس ايه كمان في الانيمالز؟ النمبر اوف ليبس عدد الارجل الارجل المفصليه اللي هي اسمها ايه ارثروبودز او ارثروبتس اللي هي الارجل المفصليه. يعني ايه مفصليه؟ يعني المفصل اللي بيمسك ما بين الرجل هي فيها عظمه فوق وعظمه تحت فيها مفاصل. فنشوف عدد الليكس دول عدد الارجل اللي في الانيمالز. تمام طيب في تصنيف ثالث او كلاسيفيكيشن 3 تمام هو النمبر اوف تيث ان مامالز يعني ايه تيث؟ السنان السنان بتاعه الثدييات من كلمه مامز. خلاص هنصنف كمان عدد الثدييات دول اللي هي بتاعه اي حيوان بيلد بنقول عليه مامز. تمام يعني عشان هو بيرضع صغر فبيبقى ام يعني مامز. خلاص يبقى التيث بتاعتها عدد الاسنان بتاعه المامز هنصنفهم في ناس في او في جروب من الانيمالز ليهم عدد معين هنشوفهم في الدراسه دلوقتي. تعالوا نشوف اول حاجه الكلاسيفيكيشن اوف بلانتس اللي هو تصنيف الايه النباتات. هنصنفهم كلاسيفيكيشن اوف بلانتس اكوردنج تو ذا اكسترنال شيب يعني هنصنف الكائنات الحيه حسب ايه حسب اكسترنال شيب يعني الشكل ايه الخارجي يعني اللي هو الابييرنس المظهر بتاعها. تمام طيب هنقول سام بلانتس يبقى اول حاجه بعض النباتات كانت بي ديستينجويشد يعني ايه لا يمكن ان هي تتميز ديستينجويشد دي يعني ما بتتميزش ان هي تكون عندها روتس او ستيمز او ليفز. تمام طيب زي ايه؟ زي الالجا. تمام طيب الالجا دي بيكون عندها ثلاث انواع او ثلاث الوان. في عندنا الجا لونها جرين وفي الجا ثانيه لونها الجا هي لونها جرين اهي وفي الجا ثانيه لونها ريد وفي الجا ثانيه لونها براون. فنقول جرين وريد وبراون الجا. تمام تمام دي بتاعه اللي هي مش بتتميز خالص بروتس ولا ستيمز ولا ليفز. نيجي لتاني نوع من انواع البلانتس بوست اوف بلانتس معظم النباتات ار بتكون عندها ديستينجويشد يعني بتتميز بايه انتو روتس ان هي بتكون عندها روتس وستمنا وكمان ليفز. طبعا كل النباتات اللي في الحياه عندنا احنا بنلاحظ ان هي عندها الحاجات دي زي ايه؟ زي الميز اللي هي الكورن الذره زي الويت اللي هي القمح زي كمان البين الفول لما نيجي نزرعه هنلاقي ليه روت وستم وليفز زي البالم تري الشجره بتاعه النخيل اند كافور. تمام وشجره الكافور طبعا كل الاشجار اللي احنا بنشوفها ليها روتس والكلام ده. تمام يبقى دي ثاني نوع من انواع البلانتس. خلاص ده كده حسب الشكل الخارجي حسب الشاب حسب الاكسترنال شاب او الابييرنس حسب ظهورها او مظهرها. خلاص تاني تصنيف اللي هو بتاع النباتات الكلاسيفيكيشن اوف بلانتس اكوردنج تو حسب هنصنف النباتات حسب ايه زير واي اوف ريبرودكشن يعني حسب طريقه التكاثر او طريقه ان هي تستنسخ او يعني تجيب نبات جديد. خلاص طيب هنا عندنا طريقتين هنصنفها على سبع حاجات. بلانتس ريبروديوس ينتج باي عن طريق ان هو يعمل فورميشن يكون سبورس يعني او الابواغ. تمام بلاش تحفظ اسمها بالعربي اسهل لك احفظها بالانجلش. يبقى اول نوع بينتج عن طريق السبورس او الفرنس او ايه الفرنس. طيب يعني ايه فرنس اللي هي يعني بتخلينا نعمل شجره جديده زي ار سمول تيرستيال بلانتس. يبقى هي نباتات ارضيه تيرستيال بلانتس يعني ايه نباتات ايه ارضيه. ريبروديوس بتنتج باي او بتنتج باي بواسطه ايه الفورميشن اوف سبورس. خلاص يبقى لما السبورس ده يقع على الارض هي ساعتها بتطلع فرنس او بتطلع شجره جديده. تمام يبقى يعني ايه فرنس زي ار سمول تيرستيال بلانتس نباتات ارضيه ريبروديوس بتنتج باي فورميشن باي بواسطه تكوين الايه السبورس. تمام طيب الاكزامبل بتاعنا زي الفوبير النبات اللي هو بتاع الفوبير ده يوقع من عنده على الارض السبورس دي علشان يكون بعد كده الفرنس. تمام شجره جديده. والنبات الثاني اللي هو بينتج عن طريق الفرنس اللي هو الادجانتم. تمام الادجانتم اللي هو الادجانتم. تمام هو بيوريهم كده بيكبر لكم الورقه هتلاقوا فيها سبورس اهي عليها علشان لما تقع تنتج شجره جديده. يبقى سبورس اوف فوبير بلانتس وده سبورس اوف ايه اوف ادجانتم بلانتس. تمام في عندنا كمان بلانتس ريبروديوس بينتج باي بواسطه فورميشن اوف سيدز. طبعا زي اي نبات ان هو يكون الايه السيدز بتاعته. خلاص يعني السيدز تحطها في التربه خلاص تطلع على طول خلاص اللي هي البذور. خلاص طيب عندنا نوعين من البذور. خلاص او عندنا نوعين من تكوين الايه البذور في التربه جايمونو سبرم اللي هو جايمونو سبرمس يعني عاريات البذور يعني معروات البذور يعني البذره ما لهاش قشره. خلاص زي ما انتم كده شايفين اهو هناخدوها برده بتفصيل في شكلها اهو ما لهاش قشره. وعندنا كمان انجيو سبرمس يعني كاسيات البذور يعني البذره بتاعتها مكسيه فيها كفر كده. خلاص طيب يعني ايه بقى جايمونو سبرمس يعني ايه زي ار نون فلاورز يعني ما عندهاش فلاورز بلانتس النبات بتاعه ما يقدرش ان هو يطلع زهره. خلاص يعني قبل ما اي ثمره تطلع انتوا عارفين ان بيبقى في زهره قبل الايه قبل ما تطلع الثمره. ده بقى ما عندوش ايه ما عندوش فلاور. ذات زيرو سيدز ان البذور بتاعتها ار فورمد انسايد كونز ان البذور بتاعتها بتكون متكونه داخل الكون يبقى بذورها جوه الايه جوه الكونز. اند نوت انسايد انسايد ا بيريكارب يعني ايه بيريكارب
يعني داخل قشره. يبقى هي بتتكون انسايد كونز، يبقى داخل الكونز، اند نوت انسايد ا بيريكارب، يعني مش داخل ايه، ما بيكونش ليها ايه بيريكارب اللي هي قشره، عشان كده اسمها ايه مرات البذور، اللي هي عاريات البذور اللي هي ايه جايمونوستر. خلاص، زي ايه؟ زي الفروت ان فلو. يعني ايه فروت من الاشكال اللي هي فيها كون زي البين بلانت، البين ايه بلانت، وكمان عندك اللي هي اشجار الصنوبر، وعندنا كمان السايكس بلانتس اللي هو نبات الايه السايكس. نمبر 2 انجايسبير. انجايسبير يعني كاسيات البذور، يعني البذور ليها كسوه، ليها غطاء، ليها كفر. زي ار فلاورز بلانتس، اول حاجه ان البلانتس بتاعتها ليها فلاور، ليها زهور بتطلع لها، يبقى قبل ما تطلع ثمره بتطلع زهور. زير سيتس اللي ليها ايه بذور، بتبقى ليها ايه بذور. طيب البذره لو وقعت على الارض بتكون لنا شجره. طب البذور دي ار فورمد انسايد، البذور دي بتكون جوه البركاب، جوه القشره. خلاص، البذره نفسها السيتس دي بتنقسم لنوعين، عندنا نوعين من الايه من السيتس، مونو كوتلدم بلانتس. يعني ايه مونو كوتلدم؟ مونو يعني ايه كلمه مونو؟ يعني واحده، احاديه الايه الكوتلدم. طب يعني ايه كوتلدم؟ دي الفلقه، يعني ليها فلقه واحده زي النبات بتاع الكورن او الميز بلانت، ليها فلقه واحده، يعني جزء واحد جواها، جوه القشره، جوه البريكارب دي هتلاقي جزء واحد. خلاص، يبقى مونو كوتلدم بلانتس. زي الميز بلانتس او الكورن بلانتس، زي الويت بلانتس اللي هو نبات القمح، زي البالم تري، تري شجره النخيل دي، البالم تري شجره النخيل بتبقى جواها البذره بتاعتها، هو جواها فلقه واحده مش فلقتين. تمام، طيب نيجي بعد كده الدايو كوتلدم. دايو كوتلدم اللي هو ثنائي الايه الفلقه، البلانتس اللي هي ثنائيه الفلقه، كلمه داي من كلمه تو كانها تو، دايو كوتلدم. تمام، زي ايه؟ زي البين نبات الفول. انت الفول بلانتس ده، حتى البين بلانتس هتيجي تفتح القشره اللي من بره، احنا قلنا دول من كاسيات الايه البذور اللي هم ايه انجيو ايه سبرم، فانت تيجي تشيل القشره اللي كفر اللي هو البريكارب دي، هتلاقي جواها ايه، هتلاقي جواها فلقتين اللي هو ايه دايو كوتلدم. وزي كمان غير البين غير الفول، في ايه، في كمان البي بلانتس او البلانت النبات البذله، البي دي اللي هي البذله، انت افتح الكفر بتاع البذله، احنا قلنا ان هي انجيو سبرم الكسوه بتاعتها، افتحها كده هتلاقي جواها فلقتين برضه، هتلاقي جواها دايو كوتلدم. تمام، هناخد بقى كلاسيفيكيشن اوف انيمالز اللي هو تصنيف الايه الحيوانات. احنا خلصنا تصنيف الايه النباتات. كلاسيفيكيشن اوف انيمالز اكوردنج تو، حسب النيتشر اوف بادي سبورتنج، حسب الدعيمه بتاعه، الدعيمه الطبيعيه بتاعه الجسم بتاع البلانتس. اول حاجه، في اجسام ما عندهاش دعيمه، ما عندهاش حاجه قويه تمسكها زي العمود الفقري، ما عندهاش عظم، فبنسميها سوفت بوديز، بنسميها سوفت ايه بوديز. يبقى انيمالز وسوفت بوديز، الاجسام بتاعتها سوفت رخويه لينا كده. تمام، طيب زير بوديز اللي هي البوديز بتاعتها اجسامها دونت هاف سبورت، ما عندهاش خالص دعيمه، عشان كده ما عندهاش دعيمه، يعني ما عندهاش عمود فقري سبورت، عشان كده بنسميها سوفت. زي ايه الانيمالز اللي ما عندهاش سبورت، ما عندهاش دعيمه؟ زي ايه الانيمالز اللي هم سوفت بوديز بتاعتها؟ الجيلي فيش اللي هو اللي بيكون في البحر، انديل البحر. عندنا كمان الاكتوبوس اللي هو الاكتوبوس الاخطبوط، وكمان الايرث وورم. الايرث وورم يعني دوده الارض، الورم يعني دوده، والايرث يعني الارض، دوده الارض هي لينا كده وما فيهاش اي سبورت. تمام، يبقى ده اول نوع او اول كلاسيفيكيشن، تصنيف من التصنيف بتاع الايه الانيمالز. احنا دلوقتي كل دول هنصنفهم حسب الايه الدعم. اول نوع ملهوش دعم خالص، مفهوش سبورت. تمام، طيب تاني نوع انيمالز وي سبورتد بودي، عندنا البادي بتاعها او البادي بتاعتها بتاعت الانيمال دول عندهم سبورتد، عندهم ايه سبورتد. طيب بس احنا في حاجات السبورت بتاعتها، الدعم بتاعتها، في حاجات هتبقى اكسترنال سبورت، وفي حاجات هتبقى انترنال سبورت. خلاص، يعني في حاجات الدعم بتاعتها من بره خارجيه، وفي حاجات الدعم السبورت بتاعتها هتبقى جوه اللي هو العمود الفقري. طيب الدعم الخارجيه زي ايه؟ قال لك عندك زي المسلز والسنيلز. طيب المسلز اللي هو البلح البحر اللي انتوا عارفين ده، انتوا فاكرينه هو اسمه خاتينيا او جندوفي. تمام، طيب يبقى هو المصل. تمام، اللي هو بلح البحر ده، خلاص دي سبورت، يعني دي دعيمه اهو، حاجه جامده كده من فوق، الصدف بتاعته من فوق ومن تحت كده، فاكسترنال. خلاص اكسترنال، يبقى الدعيمه بتاعته السبورت بتاعته من الخارج. كمان عندك اللي هو الديزرت سنيل. سنيل يعني الحلزون، سنيل يعني الحلزون، فلو انت هتجمعها تبقى سنيلز. الديزرت الحلزون بتاع الديزرت يعني بتاع الصحراء، ده برده بتكون السبورت بتاعته من اكسترنال من الخارج. نيجي بقى للنوع الثاني الانيمالز اللي هو عنده انترنال ايه سبورت، الدعيمه بتاعته جوه داخل، والعمود الفقري هو في الداخل. قال لك هي بنسميها عشان هي عمود فقري فبنسميها فقريات. طب يعني ايه فقريات بالانجلش؟ ريتس، يعني الفقريات. يبقى هي انيمالز ويتش هاف فيرتيبرا كولومن، vertebral كولومن. تمام، يعني عمود، عندها عمود فقري. زي ايه؟ such as fish، زي الايه الفيش عندها عمود فقري زي ما انت شايف كده، عندها vertebral كولومن. طيب العظم بتاع او العمود الفقري ده اللي جوه، لو احنا جينا كده هنسميه skeleton of fish. خلاص، ده الدعيمه بتاعته skeleton، تقدر تقول عليها skeleton او تقول عليها vertebral كولومن. تمام، وكمان عندنا السكيلتون بتاع البيرد اللي هو بتاع الطيور زي ما انت شايف كده، او الفرخه او الحمامه، عندها هو عمود فقري السبورت بتاعها او skeleton، اهو ده السكيلتون، يعني يعني الهيكل العظمي بتاع البرد كلهم. ادي ده شكلها، ليها برده سبورت بس انترنال. تمام، عندنا كمان في اشكال ثانيه، اهي السكيلتون بتاع الكاو بتاع البقره اهو، ليه انترنال سبورت. وكمان عندك السكيلتون العمود الفقري او الهيكل العظمي بتاع الكروكودايل اهو، بصوا ليه سبورت جواه انترنال. خلاص، يبقى اللي هو بيشاور عليهم ده هو الفقري. طيب هو بيقول لك such as fish والريبتايلز. ريبتايلز يعني الزواحف اللي بتزحف. خلاص، الزواحف بتزحف على بطنها تلاقي ليها برده عمود فقري. كمان البرد زي ما احنا قلنا ده السكيلتون بتاعتها، والمامالز اللي هي اللي بتلت، الحاجات اللي بتلت زي الكاو هتلاقي ليها عمود فقري، هتلاقي فيها فيرتيبلا. نيجي بيقول لك خلي بالك، لاحظ ان سام انيمالز بعض الحيوانات ار كاركترايزد، يعني بتتميز باي ان هي ذا بريزنس. يعني ايه بريزنس؟ يعني ان هي بيوجد، ان كانت بريزنت. تمام، بريزنس بيوجد بيها الانترنال سبورت وكمان اكسترنال سبورت، يعني عندها عمود فقري جواها زي ما احنا عارفين، جواها انترنال وكمان اكسترنال من بره كمان، ليها سبورت خارجي، دعامه خارجيه جامده اللي هي زي ايه؟ زي التيرتل بتاعتنا، زي الايه؟ السلحفه. خلاص، السلحفه العاديه تيرتل، او كمان السلحفه المائيه اسمها ايه؟ اكواتيك تيرتل، يعني السلحفه الايه؟ المائيه. تمام، دي كده ملحوظه على المشي قبل ما نيجي للكلاسيفيكيشن اوف
ارثروبودز اللي هو المفصليات اللي هنصنف المفصليات اللي هو مفصليات الارجل اللي زي ما احنا قلنا مفصليات يعني ليهم مفصل بيمسك العظمه دي بالعظمه دي عشان يقدر تتحرك. فهنا في زي كوره كده دي مفاصل يبقى ارثروبودز اكوردنج تو حسب النمبر بتاع الليكس النمبر اوف نمبرز النمبر اوف ليكس عدد الارجل. طيب يعني ايه ارثروبودز؟ يعني ايه مفصليات؟ ده تعريف عليكم لازم تعرفوه. زي اور ان فيرتي انفيرتيبريت يبقى ان فيرتيبريت يعني احنا قلنا فيرتيبريت لوحدها كده فيرتيبريت يعني العمود الفقري او الفقريات تمام. طيب ايه نحط قبلها ان يعني حاجه لا فقريه ثاني يبقى ان فيرتيبريت احنا قلنا فيرتيبريت يعني فقري حاجه ليها فقره فقرات زي العمود الفقري كده خلاص. تقول انفيرتيبريت لو حطيت ان عليها تبقى لا فقريه يبقى هي الارثروبودز دي اللي هي الانيمالز اللي هي انفيرتيبريت انيمالز يعني حيوانات لا ايه ما عندهاش عمود فقري. طيب ذات اول كاركترايز اللي هي بتتميز باي باي ذا بريزنس بتتميز بوجود بص كده جوين يعني وصل جوينتد ليكس جوينتد يعني المفصليه الليكس بتاعتها عندها جوينتد عندها مفاصل تمام الليكس بتاعتها مفصليه يعني كل رجل ليها او كل ليك ليها مفصل تمام. قال لك هنا هنصنف الارثروبودز المفصليات هنصنفها اكوردنج تو حسب النمبر بتاع الليكس بتاعتها حسب عدد الارجل. فعندنا الانسكتس زي ار كاركترايز بتتميز الانسكتس الحشرات الانسكتس الحشرات زي ار كاركترايز بتتميز باي بي ان هي ذا بريزنس بوجود 3 بيرز اوف جوينتد ليكس يعني ايه 3 بيرز يعني 3 يمين كده و3 شمال خلاص يعني ده كده اول واحد كده اسمه بير ثاني واحد اسمه بير ثالث واحد اسمه بير يعني عندنا ثلاث ازواج بيرز يعني ازواج يبقى عدد الارجل كام قد ايه الارجل لوحدها ليكس 6 لكن لو قال لك بيرز الازواج 3 بيرز تمام. يبقى الانسكت من المميز ليها من الكاركترايزد ايه هو 3 بيرز اوف جوينتد ايه ليكس من الارجل المفصليه اللي ليها مفاصل زي ما شايفين ده كده مفصل وده كده مفصل ده الانت خلاص ده الانت اهي بصوا 1 2 3 4 ارجل مفصليه. طيب زي ايه الاكزامبل بتاعك الانتس من الانسكتس من الحشرات زي كمان اللوكاستس اللي هو الجراش زي كمان البيس النحله كمان الموسكيتو الموسكيتو ده ناموس كمان الفلايز كلمه فلاي يعني يطير وانتوا عارفين الاي اس يبقى فلايز دي جماعه بس هي فلايز دي يعني ذباب او هاوس فلاي يعني هاوس فلاي يعني الطائر بتاع اللي بيطير دايما في كل بيت. كمان عندنا كمان الكوكروتش اللي هو صرصور تمام او صرصار كوك روتشز تمام الصراصير. طيب يبقى دي الحاجات الانسكت ما ننساش ان هي 3 بيرز من الليكس او الجوينتد ايه ليكس تمام. عندنا كمان نوع ثاني اسمه ايه كمان عندنا الاركنيدز يعني العنكبيات خلاص العناكب يعني في دي فصيله ثانيه يبقى اول فصيله هي الانسكتس ثاني حاجه من المفصليات او الجوينتد ليكس هي الاركنيدز اللي هي الايه الاركنيدز اللي هي العنكبيات زي ار كاركترايز هي بتتميز باي ذا بريزنس بان هي بوجود 4 بيرز اوف جوينتد ليكس يعني اربع ازواج من الايه من الارجل المفصليه ادي 1 2 3 4 في ايدي مين واسمها هنا اهو وادي 1 2 3 4 يبقى اربع ازواج واحد يعني لو هو لو قال لك ليكس بس من غير كلمه بير يبقى 8 رجول يبقى 8 8 ليكس فاهمني كده. يبقى ادي اول زوج ادي ثاني زوج ادي ثالث زوج ادي رابع زوج يبقى اربع ازواج من الجوينتد ليكس زي ايه زي السبايدرز اللي هو العنكبوت او العناكب اند كمان السكوربيون اللي هو السكوربنس اللي هو العقرب خلاص العقرب اللي بيمشي في الصحراء تمام. ماريا بوتس بعد كده هو من الحاجات الجوينتد ليكس برضه بس الكثيرات الارجل عندوها لقوا الارجل بتاعتها كتير يبقى زي ار كاركترايز اللي هي بتتميز باي ذا بريزنس بوجود نمبرز نمبر يعني نمبرز نمبر يعني عدد كبير نمبرز يعني عدد ايه كبير من ايه من الجوينتد ليكس تمام. زي السكولو ايه سكولو بندرا سكولو بندرا اهي خلاص وزي كمان اللي هي الجاليوس جاليوس اهي خلاص يبقى السكولو ايه سكولو بندرا افتكروا السكول سكولو بندرا وكمان الجاليوس. عندنا بقى بيقول لك هنا جيف ريزون اسكولو السبب ليه السبايدر اور سكوربيان انا هنفكركم بيها السبايدر والسكوربيان اللي هو العقرب والسبايدر اللي هو العنكبوت isn't considered لا يعتبر from insects ليه مش بنعتبروه من الحشرات يبقى علشان هو عنده اربع بيرز من الليكس الجوينتد ليكس وده عنده 3 بس تمام يبقى because it has عشان هو عنده خلاص 4 بيرز اوف جوينتد ليكس وايل بينما الانسكت عندهم قد ايه عندهم 3 have 3 بيرز اوف جوينتد ليكس. نمبر 3 كلاسيفيكيشن التصنيف بتاع الماموث اكوردنج تو حسب البريزنس وجود التيس حسب وجود الاسنان زي ما احنا قلنا حسب التيس بتاعه الماموث خلاص اسنان الماموث الثدييه. طيب قال لك هناخد ايه ودي ايه قال لك ان احنا ايدنتيتس اللي هي تيس لس ماموث يعني الثدييات اللي عندها تيس لس بصوا تيس يعني سنه لس يعني قليله يعني اعتبروها من غير اسنان يعني معناها بلا اسنان يبقى ايدنتيتس هي ايد ليها ايد لكن ما عندهاش سنان خلاص ايدنتيتس خلاص يعني من غير اسنان زي حيوان السلوس ما عندوش اسنان يبقى زي السلوس يبقى هو تيس لس او ايدنتيتس تمام وزي الارمادلو برضه هو الارمادلو ما عندوش اسنان خلاص ودي السكيل بتاعته اهي السكيل بتاعت الارمادلو هتلاقوه ان هو عديم الاسنان. تاني حاجه عندنا المامز اللي هافينج تيس عندها ايه اسنان هناخد بقى المامز اللي هافينج تيس عندهم اسنان زي ار ديفايدد اكوردنج تو ذا شيب يبقى هنقسمهم هنقسم المامز دول حسب الشيب حسب الشكل وذا كايند يبقى شكله والنوع اند نمبر اوف تيس وكمان عدد الايه الاسنان تمام. طيب قال لك نمبر 1 حيوان animals that have front teeth extended outwards يعني عندك حيوانات بتكون الاسنان بتاعها عندها اسنان التيس بتاعتها فرونت اماميه وبتكون extending يعني extending يعني ممتده outwards يعني out يعني كلمه out للخارج خلاص زي ايه زي الايه الهيج هوك. طيب ليه عليه الاسنان بتاعتها جيف ريزون ليه ممتده كده للخارج الاسنان بتاعت الهيج هوك قال لك تو كابشر انسكتس عشان تقدر ان هي تلتقط الحشرات وهي ماشيه خلاص. نمبر 2 عندك animals that have pointed canyons قلت لك يعني ايه canyons كان وان ويس خلاص canyons اللي هي الانياب عندها انياب وبتكون pointed يعني ايه pointed يعني مدببه بارزه كده زي ما شايفين الليبر مدببه يبقى عندها pointed canyon and molars
كلمه مولر يعني درس، الدرس اللي انت بتمضغ بيه الاكل اللي عارفين هو بتطحن بيه الاكل، الحيوانات دي عندها ضروس جوه كده بتطحن بيها الاكل. طبعا هم بياكلوا لحوم، واللحوم دي بتكون حاجه لازم تبقى المولر بتاعتهم الدرس بتاعهم قوي جدا عشان يقدر يطحن العظم كمان بتاع الانسان خلاص او بتاع الكائنات الحيه. يبقى هي عندها بوينتد كانيون انياب عشان تقطع بيها او تلتقط الفريسه بتاعتها، اند مولرز عندها اضراس اللي هي تطحن بيها الاكل، ويز شارب وبتكون بروجكشنز يعني عندها بروجكشنز يعني نقوات كده حاجات طالعه ونازله كده ايه شارب حاده عشان تقدر تقطع الفريسه وتنقط. تمام يبقى عندها كمان ويز شارب بروجكشن خلاص او بروجكشنز يعني النقوات بتاعتها دي اللي في الاسنان بتكون عندها او في الانياب بتكون حاده شارب كناسي كده. تمام الحاجات دي المواصفات دي بتاعه مين؟ بتاعه اللاين، بتاعه التايجر، بتاعه الفوكس، بتاعه الدوجز، بتاعه الحاجات اللي بتاكل اللحوم الحيه عشان تقدر ان هي تقطع بيها زي السكينه. وطبعا جاي نمبر 3 بقى الانيمالز ذات هاف شارب ان سيسورس. ان سيسورس يعني ايه؟ القواطع. تمام اللي بتقطع بيها خلاص عندها ايه؟ عندها بصوا كده الارنب عندها حاجات بتقطع بيها انياب خلاص. يبقى الانيمالز ذات هاف شارب ان سيسورس قواطع بتكون حاده. طيب دي هنقسمها لحاجتين ديفايدد زي اور ديفايدد يعني هنقسمها اكوردنج تو حسب النمبر اوف انسيسورس حسب القواطع. طب يعني ايه انسيسورس؟ بصوا انت لو بصيت في سنينك كده ادي الفك بتاعك ادي الجاو، جاو يعني الفك فوق العين او الجاو يعني الفك بس خلاص، والجاو اللي تحت انت عندك هنا ادي واحد اثنين خلاص وادي واحد اثنين ثاني تحت. الاثنين دول تقدر تقطم بيهم بتقطع بيهم الايه؟ الاكل بتاعك الاول بتقطعه وبعدين تدخله جوه عشان المولر بتاعتك تطحن. تمام المهم ان كلمه ان سيسورس دي يعني الايه؟ القواطع. فالقواطع دي بيقول لك هنا بقى هنقسم الحيوانات حسب النمبر بتاع القواطع بتاعتها بتاع الانسيسورس اللي هي في كل ايه؟ في كل فك. ان ايتش جاو في كل فك، في الفك العلوي في قد ايه وفي الفك السفلي في قد ايه؟ الجاو اللي فوق والجاو اللي الابر جاو والايه؟ واللور ايه؟ جاو. طيب هنقسمهم ليه حسب القواطع؟ ليه حاجتين حسب الايه؟ الانسيسورس. اول حاجه رودنتس، رودنتس يعني القوارض، القوارض زي ما انتم شايفين اهو زي الايه؟ هنا بيقول لك القوارض دي اللي هو الرودنتس خلاص زي ار 1 بير اوف انسيكتورز. زي هاف عندها 1 بير يعني زوج خلاص زوج واحد يعني سنتين خلاص اوف انسيسورس من الايه؟ من القواطع، من القواطع. ان ايتش جاو في كل فك يعني اثنين فوق واثنين تحت، يبقى في بير فوق يعني سنتين فوق وسنتين تحت خلاص في كل ايه؟ في كل جاو. ان ايتش جاو في كل ايه؟ جاو. زي ايه الاكزامبل عندنا ال1 بير في ايتش جاو؟ زي الرات اليربوع، جربو ده اللي هو اليربوع وكمان السكويرل اللي هو سنجل. طيب هنا عندنا القواطع اهي بتاعته اللي اسمها انسيسورس خلاص اثنين فوق واثنين تحت يعني 1 بير في كل ايه؟ في كل جو 1 بير فوق 1 بير تحت. ان ايتش جاو. نيجي بعد كده ليه برضو ليه القواطع او عدد القواطع اللي هي انسيزرز. عندنا الارنبيات اسمها ايه؟ لايجومورفس يعني الارنبيات، لايجومورفس يعني الارنبيات اسمها كده لايجومورفس يعني جواها الرابت جواها الارنب. طب الارنب جواها كم سنين يعني كم قواطع كم انسيزرز اللي بتقطع بيه؟ قال لك زي هاف هي عندها تو بيرز، معنى تو بيرز يعني فور من الاسنان من التيس. تمام يبقى عندها تو بيرز فين؟ في الابر جاو يعني هنا عندها اربع اسنان يبقى تو بيرز يعني اربع ايه؟ اسنان. ادي زوجين وادي ايه؟ زوجين ثانيين يبقى تو بيرز. او هنا ثاني ادي الجاو اللي فوق الابر جاو عندها فور ادي 1 2 3 4 4 من الاسنان يعني كام بير؟ 2 بيرز 2 و2 الواحد ده كده اسمه بير يعني السنتين دول بنسميهم ايه؟ بير. يبقى عندها 2 بيرز في الابر ايه؟ جاو اند 1 بيرز او اند 1 بير ان لور جاو. في الجاو اللي تحت في الفك اللي تحت عندها ايه؟ عندها 1 بير يعني زوج واحد من الاسنان، زوج يعني سنتين يبقى فوق فيه زوجين 2 بيرز وتحت فيه ايه؟ زوج واحد 1 بيرز من انسيسورز. المثال عليها الرابت والسكيل بتاعها مش مبينه قوي عدد الاسنان اللي فوق واللي تحت. تعالوا بقى نشوفوا الناتشرال كلاسيفيكيشن اوف ليفينج اورجانيزمز نظام او هناخد الكائنات الحيه وتصنيف الكائنات الحيه الايه؟ التصنيف الطبيعي. قال لك عندنا انت يومت كوحده اساسيه يبقى هو بياخد الايه؟ الانواع السبيشيز خلاص. قال لك الطبيعيه اللي كايه؟ كوحده طبيعيه او كوحده اساسيه للناتشر كلاسيفاينج سيستم لنظام التصنيف الايه؟ الطبيعي. يبقى السبيشيز الانواع احنا دي هتبقى البيزك بتاعتنا البيزك كلاسيفيكيشن يومت وحده التصنيف الاساسيه فور ليفينج اورجانيزم الانواع. طب السبيشيز دي حقيقة الانواع بتاعتنا هنصنفها ازاي؟ قال لك هنعمل جروب يعني سبيشيز يعني هي جروب من اوف مور سيميلر ليفينج اورجانيزمز. اتس جروب هو مجموعه اوف مور سيميلر ليفينج اورجانيزمز مجموعه فيها اكتر الحاجات مجموعه فيها اكتر حاجات متشابهه في الكائنات الايه الحيه في ايه في الشب ان شب ذا كان ريبروديوس اللي ممكن ان هي تتكاثر تو جيف بيرث عشان تلد خلاص. يبقى هيجمع كل الانواع اللي شبه بعض يعني في دوج ودوج شبه بعض ويقدروا ان هم ريبروديوس ينتجوا لنا حد تالت شبههم. يبقى الانواع هيجمع الجروب اللي فيه حاجات شبه بعض حيوانات شبه بعض ليفينج اورجانيزمز شبه ايه سيميلر شبه بعض او اكثر تشابه خلاص عشان ينتجوا لنا جيف بيرث اوف نيو. احفظوا الكلمه دي كويس فراد بيكونوا مخصبين يعني مخصبين يعني يقدروا يجيبوا بيبي تاني لما يكبر. يبقى نيو فيرتل ان ديفيدلز افراد ثانيه بيكونوا ايه مخصبين. طب هو انت ليه بتقول لي كده؟ اصل انت لو جوزت غصب عن يعني لو حطيت الدوج اخذت الفصيله اللي بتعمل ريبروديوس مع مثلا الكات هتجيب لك بيبي تمام يعني فصيلتين مختلفين مع بعض بس البيبي ده مش هيبقى فيرتل مش هيجيب لك بيبي ثالث فاهمين بيبقى عقيم. فعشان كده هو بيقول لك ان الجروب مع بعضهم اللي شبه بعض لازم يكونوا سيميلر هيكونوا هيدوق ايه نيو فيرتل ان ديفيدلز خلاص. ذات ار ابل اللي بتاعتها ذات ار ابل اللي بيكون عندهم يعني ايه فيرتل ده قلنا بيكون عندهم قدره ان هم تو ريبروديوس ان هم يولدوا ثاني ويتكاثروا ثاني البيبي الجديد لما يكبر هيتكاثر ثاني يبقى عنده قدره ان هو يتكاثر اند كيب ويحافظ على يحافظ على ذا اكستنس يعني على وجود ذا ايه ذا سبيشيز وجود النوع نفسه تمام ان الانقراض مش هينقرض النوع هيفضل موجود على طول. يبقى يحافظ على وجود من كلمه اكسايد اكزيست يعني يوجد اكزيستنس يعني وجود خلاص اكزيستنس وجود السبيشيز نفسه وجود النوع وما ينقرضش خلاص لما احنا نجيبه بيبي جديد خلاص. هنا بيقول لك هنا في ابلكيشن عندنا للاون كلاسيفيكيشن للتصنيف اللي هو اللي احنا حسب الطبيعه التصنيف الناتشرال الطبيعي اللي في الحياه عامه ان انت تاخد هتبص للجروب بتاع الانيمالز اللي هم كلاسيفاي ذم
هنصنفهم according to their external shape حسب الشكل الخارجي. يعني عندك الدوج والدوج يعني يقدر الدوج يتجوز عادي من دوج زيه والكات هتتجوز من كات زيها والرابط هيتجوز من رابط. يبقى كل نوع حسب النوع اللي زيه ويقدر ان هم يتكاثروا عادي. يبقى ساعتها ان يبقى اللي احنا قلناه ده كان الناتشرال كلاسيفيكيشن التصنيف الايه الطبيعي لاي ليفينج اورجانيزمز. تمام. طيب قال لك ان الرابط يتجوز من رابط والكات يتجوز من الكات والدوج يتجوز من الدوج عشان يدونا زي ما قلت لكم فيرتل انفايتد يونيتس يعني افراد بيكونوا ايه لازم تاخد الكلمه دي فيرتل مخصبين يقدروا يجيبوا نوع تاني عشان النوع يفضل موجود اكزيستنس تنس. تمام. طيب يو اوبزرف ذات انت هتلاحظ ان ذيس انيمالز كان بي كلاسيفايد انتو 3 جروبس. ان لما تحاول انك انت تبص للجروب يعني دي زي اكتيفيتيز كده او دي تطبيقات في الحياه. فهنا بيقول لك بص للجروب بتاع المجموعه بتاعه الانيمالز دول هتصنفهم لايه حسب الاكسترنال شيب اللي ثلاث مجموعات كاتس هتلاقي فيهم كاتس واحد هتلاقي فيهم دوجز واحد هتلاقي فيهم رابتس. ده اللي هو بيقول لك عليه في انك انت بتصنف حسب الايه حسب السبيشيز. انسو كاتس ديفر فروم ايتش اذر على الرغم ان الكاتس مختلفه عن بعضها البعض ولكن هم برضو يعتبروا من نوع واحد فهم مختلفين زي ديفرنت او زي ديفر هم بيختلفوا مور ذان اكتر من الرابتس والدوجز. تمام. يعني هم نوع لوحدهم رغم ان هم برضو مش شبه بعض. تمام. قال لك الميتنج يعني الزواج ما بينهم كان تيك بليس بتوين اني كابلز او كابل اوف كاتس اور دوجز اور رابتس. يعني ان انت تعمل ميتنج ان انت تعمل زواج من كلمه ميت. تمام. زواج ممكن يكون بين اي زوج اني كابل من الكاتس. يبقى اي زوج من الكاتس عشان نفس النوع يقدروا يحصل ما بينهم ميتنج. اي كابلز من او اي كابل من الدوجز يقدر يحصل ما بينهم ميتنج. ونفس الحكايه من الرابتس. خلاص. وات ايفر يعني مهما the difference الاختلاف in shape or size. يعني مهما كانت القطه مختلفه في شكلها مختلفه في حجمها السايز بتاعتها بس بيحصل ما بينهم عادي ميتنج. تمام. بيحصل ما بينهم تزاوج لان هم من نفس النوع. خلاص. طيب لما نجوز اثنين شبه بعض كده هيحصل ايه؟ قال لك بروديوسد هينتج لنا اوف سبرينج. اوف سبرينج يعني نسل. اقسمها الاوف وسبرينج. سبرينج اللي هو ربيع واوف اللي هي كلمه اوف. تمام. يبقى اوف سبرينج هينتجوا لك نسل. نسل ده يعني اولاد او يعني بيبي من نسلهم. ايزا قلت لك احفظ الكلمه دي كويس. فيرتل النسل بتاعهم هيكون فيرتل يعني فيرتل مخصب. طب يعني ايه مخصب؟ يعني يقدر يجيب بيبي تاني لو اتجوز هو لما يكبر. اتفقنا؟ يبقى لما هم يتجوزوا اي نوع شبه بعضه يقدر يتجوز ميتنج يعمل ميتنج ساعتها هيدونا اوف سبرينج. اوف سبرينج يعني نسل ايز فيرتل مخصب من نفس نوعهم يعني من نفس نوعهم فروم ذا سيم كايند من نفس النوع بتاعهم. لو كات اتجوز كات هيدينا كات. لو دوج اتجوز دوج ميت دوج هيخلف ايه؟ دوج. تمام؟ والدوج بتاعه هيكون اوف سبرينج. اوف سبرينج ايز فيرتل. خلاص؟ طيب سو لذلك اول كاتس كل الكاتس ار بليسد ان وان سبيشيز. يعني كل الكات بيتم وضعها في نوع واحد. هنا كلمه ار بليس بيتم وضعها كلهم بنقول عليهم نوع واحد هم نوع القطط. يبقى وايل بينما الرابتس ار كلاسيفايد بيصنف بيتم تصنيفه ان انذر ديفرنت في نوع اخر ديفرنت سبيشيز يعني نوع مختلف اخر اند سو دوج وكذلك الايه الدوج ده نوع ثالث كمان. طيب اتس امبوسيبل يعني مستحيل فور كاتس تو ميت ان الكاتس تتجوز ويز رابتس ده مستحيل او ان الرابتس ويز دوجز او الرابت مع الايه الدوج استحاله او الدوجز ويز كاتس او الكلاب تتجوز قطط ده امبوسيبل. تمام. بصوا دي معلومه اسرائيليه كده يعني مش على ميت او ميتنج ما بين الايه الميل دونكي ذكر من الدونكي من الحمار بلس فيميل هورس والهورس فيميل. خلاص الانثى بتاعته ايه فيميل وحاولت تتجوزهم. طبعا في الطبيعي مش هيحصل تزاوج بس في بطرق علميه بياخدوا الحاجات اللي بتخليها تحمل وياخد الحاجه من الدونكي ويوديها للهورس عشان هي تحمل من الايه من الدونكي. فعملوا كده بالفعل ولقوا ان هي حملت وجابت لنا نوع مهجن نوع كده مختلف مش موجود في الطبيعه واللي بتولده ده بيكون عقيم. يعني ايه عقيم؟ كلمه سترول يعني عقيم. تمام. خلفت بغله وبيكون فيميل انثى وكمان سترول يعني عقيمه يعني ما تقدرش ان هي تخلف تاني. يبقى خلفت لنا ايه؟ سترول فيميل مال يعني مال يعني بغله والبغل ده بيكون فيميل لو ان هي بنت يعني وسترول يعني ايه؟ يعني استرول يعني عقيمه يعني عقيمه ما تقدرش ان هي تخلف تاني عشان النوع ده يقف عندها ما حدش بيبقى ضد الطبيعه. تمام. يبقى هنا عشان النوع ده ما يجيبش نوع تاني من البغال هو البغل اللي الانسان بس عنه هينتهي اول ما يموت خلاص. تمام. طيب بيقول لك ذا انتركورس الجماع بتوين الميل دونكي والفيميل هورس قال لك بروديوسز هينتج لنا استريال فيميل كولد بنسميه مال. تمام. بنسميه البغل. ليه؟ قال لك بيكوز جيف ريزون بيكوز بوز ار فروم تو ديفرنت كايندز عشان كل واحد مختلف في الكايند النوع في السبيشيز عشان ما ينفعش نجوز اثنين مختلفين عن بعض زي ما احنا قلنا احنا مش هنبقى ضد الطبيعه لو ضد الطبيعه مش هتكمل الحياه هتموت البغله اللي احنا عملناها او هجناها. طيب هنا بيقول لك ملحوظه كده ان الافريكان والاوروبيين والاسيان هيومن البشر سواء افريقي سواء اسيوي سواء اوروبي. تمام. وات ايفر زير كلر. تمام. قال لك وات ايفر زير كلر يعني مهما كان اللون بتاعهم الريس بتاعهم يعني الريس العرق بتاعهم يعني العرق بتاعهم عرقه فين يعني مكانه فين. تمام. اور هوم او الهوم هنا مش معناه المنزل الهوم هنا معناه الموطن بتاعه موطنه فين. طبعا هنا اوروبا قاره اوروبا وهنا قاره افريقيا وهنا قاره اسيا فهنا مختلفين في الايه في القارات فالموطن بتاعه مختلف. مهما كان الهيومن مختلف في مكانه ار اولسو بيلونجينج تو وان سبيشيز يعني مهما كان هو مختلف في اللون ولا في المكان ولا في الزمان. تمام. هو بينتموا بيلونج تو او بيلونجينج تو بينتموا كلهم لايه وان سبيشيز يعني نوع واحد احنا كلنا نوع واحد هو نوع ايه او فصيله نوع ايه البشر. تمام. هنا بيقول لك جيف ريزون يعني اذكر سبب ليه اتس بوسيبل من الممكن تو بروديوس ان يحصل انتاج فيرتل ان انديفيديوال يعني لفرد مخصب فروم ميتنج لما يبقى فيه زواج اوف ان افريكان مان لو راجل افريقي يعني اللي هم بيقولوا لهم اسودين قوي كده لو راجل افريقي ممكن يحصل زواج بين راجل افريقي باي ان اسيان وومن
اسيان وومن، يعني من امراه من اسيا. ممكن يحصل زواج ولا لا؟ قال لك ليه بقى ممكن يحصل زواج ما بين الراجل الافريقي ده والست الاسيويه؟ قال لك بيكوز بوث اوف ذم، كلاهما ار فروم من ايه؟ من ذا سيم كايند، من نفس الايه؟ النوع. او تقدر تقول لي عشان هما الاثنين من ون من ون ايه؟ سبيشيز، نفس النوع ونفس الايه؟ من فصيله واحده. تمام كده خلصنا الدرس، النجاح التوفيق يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.